السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بمتابعين مطبخ أم وليد والأكل الصحي، إن شاء الله تكونوا بخير. إذا متتبعين الكرام والأحباء والأعزاء، اليوم جيتكم بوصفة رائعة، وصفة صديقتي وحبيبتي وعزيزتي صاحبة قناة سكري سالي مع ليلى. يعني كانت حطت مؤخرا واحد مشروب الموز اللي يعطي طاقة منعش ومغذي للأولاد وحتى الكبار، ليش لا، يعني حتى احنا الكبار نحبوا. أنا شخصيا يعني لما جربته أعجبني كثير كثير. فوالله اليوم جاتني في بالي هكا، قلت يلا نشارككم هذه الوصفة هذه، وإن شاء الله راح نحط لكم الرابط في صندوق الوصف بإذن الله، رابط صاحبة قناة سكري سالي مع ليلى، وإن شاء الله تزوروها وشوفوا وصفاتها. يعني هي وصفات رائعة تعجبني كمان. إذا نبدأ لكم أنا في تقديم المقادير. عندي فقط تغييرين هكذا في الوصفة. أولا عندنا الموز، عندنا موزتين، عندنا الحليب لتر إلى ربع، بيسكوي يعني من النوع كما نقولوا سابلي، ويعني بيكون قليل شوية، قليل من مش حلو كتير. هذا عندنا 8 قطع كما حطت حبيبتنا ليلى. عندي هنا انا حطيت بالحساب التمر، حطيت 5 حبات تمر، وهنا شويه كميه من اللوز. هي حطت الجوز، ولكن انا ما الجوز اليوم مش متوفر عندي، فعندي حبيبات هذو من الشوكليت ومحشوه بالزبيب، محشوه جوا بالزبيب. يعني هذا حتى الزبيب يعني ما شاء الله فاكهه مغذيه وصحيه كتير، وحبيبات من شوكولا سوداء كمان، يعني من حبات، يعني تحبوا هكا هذا الشكل هذا، والى مربعات اللي متوفر عندكم. والتغيير الثاني هو الفانيلا. انا اضفت الفانيلا لانه نحب المشروبات هذو مثل الموز وهي الامور، نحب نحط لها النكهة تبع الفانيلا. وعندي الحليب. هذه هي المقادير، وان شاء الله تجربوا هذه الوصفة، هذه رائعة يعني راح تعجب حتى الاولاد. عندي الحليب، عندي الموزتين، نحطوا الموزتين. والبنات مثل ما قالت حبيبتنا صاحبة قناة سكري سالي مع ليلى، انه مش راح نضيف السكر، لانه الموز يعني السكر اللي في الموز هو كافي، وحتى الشوكليتس اللي عندنا والبسكوي اللي عندنا، فيعني هذا كافي جدا جدا باش انك، ولو التمر باش انك تضيفي السكر. البنات سامحوني كنت نسيت كمان الجبن. الجبن اي نوع جبن متوفر عندكم حطوه، انا الجبن كريمي يعني، والا هاي البقر الضاحكة او الكيري او اللي متوفر عندكم. انا كان عندي فيلادلفيا، ف
فحطيت الفيلادلفيا، نحطو البيسكوي، نحطو الفانيلا، نحط هذه المكسرات والتمر، ونحط هذه الشوكولا شوكليت. إذن ونحطهم عشان نطحنوهم. اذا هو المشروب تاعنا جاهز، انا راح نحطه في كؤوس التقديم ونرجع لكم حالا. اذا البنات ها هو المشروب جاهز، يعني واش نقول لكم، ما شاء الله تشربوه رائع، منعش، مغذي، ويعطي طاقة للجسم. فهذه هي الوصفة تاعي اللي طبقتها اليوم، وصفة مش وصفتي، وصفة أختنا صاحبة قناة سكري سالي مع ليلى اللي طبقتها اليوم، شاركتها معاكم. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم وعملوها لولادكم. النصيحة من عندي يعني صراحة هي وصفة رائعة، يعني لذيذة لذيذة، إنها ما تشبعش يعني. إذن هذه هي اللي شافت أول مرة قناتي، مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم، اشتركوا في القناة وضغطوا على زر الجرس كي يصلكم كل جديدي، وكمان يعني حاولوا أنكم تشاركوا الفيديوهات مع يعني أصحابكم وجيرانكم وكل الناس اللي تحبوهم وتعرفوهم. هذه هي إن شاء الله، أنا نخليكم في رعاية الله تعالى وحفظه، ونقولكم إلى مع وصفة أخرى جديدة، وإلى اللقاء. السلام عليكم.